احسن الله عليك، رجل اشترك مع رجل في تجاره فخدعه رجل اخر واخذ مال، وبعد سنوات من المطالبه رد اليه ماله، فيسال هل ازكي ما مضى ام ما يصنع في هذه الحاله؟ من له مضاربه مع شخص ثم مطل به الاخر وخدعه واخذ ماله مرده عليه بعد سنوات، فإن هذا المال لا زكاة عليه، لأن من شروط الزكاة تمام الملك. وللزكاة خمسة شروط، فمن ذلك تمام الملك. فمن كان له مال على شخص مماطل أو سرق له مال أو ضاع له مال وحجر على ماله ولم يستطع التصرف فيه، فإن هذا المال لا زكاة فيه، لأنه عاجز عن التصرف. من شروط الزكاة تمام الملك. وبالمناسبة شروط الزكاة خمسة: الأول الإسلام، فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة. الشرط الثاني الحرية، فإن العبد وما مالك لسيده. الشرط الثالث تمام الملك، فمن لم يستقر ملكه على شيء ولم يتم لا زكاة فيه. الشرط الرابع بلوغ النصاب، فمن لم يبلغ ماله نصابا فلا زكاة عليه. الشرط الخامس مضي الحول، فلا زكاة في مال حتى يبلغ الحول. استثنى من ذلك المعشرات، الحبوب والثمار، فإن الله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. واستثنى من ذلك الربح، فإن الربح يتبع أصله، فحوله حول أصله. استثنى ذلك الربح، فإن الربح يتبع أصله، فحوله حول أصله.